اهلا وسهلا بكم احبتنا المشاهدين بحلقه جديده من برنامج رقم ايجابي. احبتنا اليوم ضيوفنا مؤسسه من المؤسسات اللي لها بصمه في الشارع العراقي. اضف الى هذا انه هذه المؤسسه كان لها دور توعوي وتثقيفي، وكان لها دور انساني في المظاهرات الحاصله في العراق او في اغلب محافظات العراق. اليوم ضيوفنا ينتمون الى مؤسسه البسمه والعطاء للرعايه الاجتماعيه والتنميه المستدامه. ضيوفنا الاستاذ محمد عبد الكريم الوحيلي رئيس المؤسسه. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا، نورتني. اهلا وسهلا. والضيف الاخر الفنانه سلوى الخياط اللي هسه يلا عرفت انه هي عضوه في مؤسسه البسمه والعطاء. اهلا وسهلا سلوى. اهلا وسهلا، حياك الله. الله يحفظك. انا قبل هذا الحديث عن المؤسسه وتاريخ تاسيسها وعدد اعضائها، أهمية وجود الحركة الفنية بالعمل التطوعي، يعني هل من هو كل إنسان من حقه أن يشارك في العمل التطوعي، والعمل التطوعي ما مقتصر على فئة محددة، ولكن أهمية وجود الفنان اللي هو دائما ما يقال عنه هو شخصية ذات إحساس عالي ومرهف وغير من هذه التفاصيل الجميلة، أهمية وجوده بمؤسسة، بما أنه حضرتك عضو في هذه المؤسسة، أهمية وجود الفنان بهكذا نوعية من المؤسسات أو المشاركة بهكذا نوعية من الأعمال. بما أنه الفن والفنانين يؤدون رسالة للمجتمع ككل وللمتلقي الخاص، مثلا إذا مسرح أو تلفزيون، نعم، أو إذاعة، فمن راح يلتقي بالناس الفقراء المحتاجين بعوائل الأرامل الأيتام، نعم، بكل الفئات اللي، نعم، يحتاجون للمؤسسات وللمنظمات الاجتماعية والخيرية، نعم. فإحنا من راح نحضر وياهم راح يفرحون. بهاي الحالة إحنا راح نعطيهم البسمة، نعم، وراح نزيد من عطاء المنظمة للمتلقي من، نعم، المجتمع أو المحتاجين أو المستهدفين، نعم. يعني شمحلاتها أنا مشاركة حتى ويا أستاذ هاشم سلمان، نعم، سفير الطفولة، نعم، من يحضر ويا حفل للأيتام وتوزيع ملابس أو ألعاب ويغني لهم ويسوي لهم ألعاب سحرية، أشوف الفرحة بعيونهم، نعم. فمن يعرفون إنه هذا فنان يجي ويساعده ويمطي حصة المواد الغذائية، نعم، أو الملابس مال عيد، فكلش حلو، يعني يفرحون. هاي كلش كافية. مرات يقال يعني أو دائما ما يقال إنه كل شخص هو يؤدي المهام من خلال مكانه أو من خلال عمله. يعني اليوم سلوى الخطيب كفنانة مسرحية وإلج، يعني تعامل مع عدد من المخرجين والفنانين، انت ممكن تأدين العمل اللي تبحثين عنه حاليا اللي هو العمل الانساني من خلال نوع الاعمال اللي ممكن انت تطرحيها. شنو ضروره مشاركتك بهكذا نوعي؟ على الفكره يعني انا مو دا افقد اهميه المشاركه بهذه النوعيه من الاعمال التطوعيه، ولكن الفنان هو عنده منطقه محدده للعطاء اللي هو العمل الفني او الرساله الفنيه، تصحيح مفاهيم، اضافه مفاهيم. شنو اللي خلاش يعني تشاركين بالعمل التطوعي وانت عندك نافذه تقدرين من خلالها تقدمين اشياء تثقيفيه توعويه؟ فعلا انا دا اشوف انه من اعرض بمسرحيه اعمال هادفه تخص المجتمع والسياسه والظروف والاوضاع، نعم، مقابل الجمهور اللي المحصور بالمسرح، نعم، بينما من دا نشارك مع العوائل هاي وجه لوجه، هاي بعد اكثر، يعني اكثر عطاء. شنو وجه التشابه بين العمل التطوعي والعمل الفني؟ الحياه مسرح استاذ، الحياه مسرح كبير، فاحنا هاي بحياتنا انا اعتبرها، صح احنا فنانين بس احنا بمسرح، يعني من التقي بمجموعه واساعدهم واني كفنانه دا التقي بيهم كانما فنان وجمهور متلقي، مثل ما بالمسرح مثل ما بالتلفزيون، من دا أدي رسالة. إحنا هسه حتى مشاركين بأعمال مسرحية بساحة التحرير، نعم، ساحة الطيران، نعم، أعمال يعني تخص التظاهرات، نعم. طيب إحنا عادة يعني برنامجنا نبدأ الحديث ويا رئيس المؤسسة، بس اليوم أعذرنا أستاذ محمد، راحت القلب. أستاذ محمد خلينا نتحدث حاليا، عذرا قبل أن نتحدث عن المؤسسة، أهمية وجود مؤسسات معنية بالعمل التطوعي. يعني اليوم إحنا عندنا عدد هائل من المؤسسات والفرق والمنظمات، شنو أهمية وجودها بأي مجتمع سواء في العراق أو في أي بلد آخر؟ تذكرت قلت كثير مؤسسات مجتمع مدني أو منظمات مجتمع مدني، نعم، لو كلها تشتغل بصورة صحيحة ما يظل فقير بالعراق، يعني ما يظل محتاج.
ما يظل متعفف. خل اصطاد بالماء العكر يعني مثل ما يقول. انت تقول لو كلهم يشتغلون بطريقه صحيحه يعني فعلا. مو كلهم دا يشتغلون بطريقه صحيحه فعلا. اكيد مو كلهم اكيد. ايش قد نسبه اللي يشتغلون بطريقه صحيحه؟ اخذ نفس طلع 40. لا اخذ نفس بس اخذ نفس سوي هيك. ايش قد نسبه اللي يشتغلون يعني 40% واقل؟ اقل اي يشتغلون بصوره صحيحه. شنو القساوه وجاد بعمله؟ شنو القساوه هاي 40%؟ 40% واقل منظمات وفرق ومؤسسات. نعم 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 نعم. يعني اللي يشتغلوا بصوره صحيحه عندهم على الاصابع. من اللي يقيم يعني؟ من اللي يقيم يعني هسه انت على يعني انت اعتمدت على شنو بتقييمك انه ذول يشتغلون طريقة صحيحه وانه ذول يشتغلون طريقة مو صحيحه وانه ذول ما يشتغلون اصلا؟ اعمالهم العمل بصمه. مؤسسات المجتمع المدني هسه كل عمل يعملوه دي يوثقوه على الفيس. طيب يعني اكو منشورات تنزل على الفيس على موقع التواصل الاجتماعي بانه هذا العمل تم. بس لا هاي بها قساوه. اذا معتمد على هذا الموضوع فقط اكو قساوه بالموضوع. لا لا انا اعرف هواي فرق تطوعيه واعرف هواي منظمات. لا مو بس هاي تشتغل بعيدا عن الاضواء تشتغل بعيد. انا حتى اكون صادق وياك مثلا خلال هاي الفتره اللي تعاونت بيها مع منظمات مجتمع مدني وفرق تطوعيه تواصلت ويا اشخاص قمه بالاحترام وقمه بالاخلاق ولا تهونون مثلكم يعني مثل جمال روحكم يعني ولكن هم رفضوا ان يظهرون بالاعلام لان قالوا احنا شغلتنا ما نحب نطلع. يرفض يظهر بالاعلام لكن عملي يعني يوصل لنا لازم يوصل لنا كعمل تطوع. احنا وعندنا تواصل ويا منظمات مجتمع مدني ويا فرق تطوعيه الوسط المعني بالمنظمات والعمل التطوعي والفرق التطوعي لازم الاعمال تكون منتشره بيناتنا. اليوم انت من وصلت لي شلون وصلت؟ انت ما عندك فيس. نعم. شلون وصلتني؟ وصلتني عن طريق فرق تطوعية أو مؤسسة مجتمع مدني. صحيح. قلت لهم أريد مؤسسة تشتغل بصورة صحيحة وإلها بصمتها. صح. فلزوا لك رقمي وقالوا لك اتصل بهذا الشخص. أكثر من عائلة يناجدوني أروح لهم ألقي قبلي جاي فريق تطوعي أو مؤسسة أعرفها أنا. فمن خلال هذا العمل أعرف هذا الفريق اشتغل. فريق وفر. زين ساعد. هنا اكو مشكله. زين بهاي الحاله عمليه التجديد تجديد الاجازه هسه اكيد تعرف انت تجديد الاجازه اعتقد كل 6 اشهر او كل سنه؟ كل سنه. كل سنه اول ما تصدر سنه وراها سنتين. طيب بهاي الحاله اذا هم ما عندهم انشطه مثل ما انت انطيتهم نسبه 60% شلون قاعد تتجدد لهم اجازات ممارسه العمل عندنا نشاط المدني؟ ماكو مؤسسة ما عندها نشاط. عندها نشاط لكن مو بصورة صحيحة يعني مو بالمستوى المطلوب. مو بالمستوى المطلوب يعني يشتغل له بالسنة عملين أو ثلاثة. زي برأيك اللي قاعد يشتغل بهم مو بالمستوى المطلوب شنو السبب اللي يخليه يشتغل مو بالمستوى المطلوب؟ كو بعض الفرق تقول لك أنا مثلا أريد أشتغل بس ما عندي فلوس فأضطر أنه هاي الست شهر أنا هاي شهرين هاي ثلاثة ما أشتغل. فلوس والتبرع يجي مو بالضروره قابل. هي مساله الزاميه مساله التبرع يعني هسه اليوم اذا ما عندك فلوس راح تقدم نشاط؟ اكيد اكيد تقدم. لو اكيد ما تقدم اقدم لازم اقدم ولو شيء بسيط. العفو ممكن مداخله؟ اي تفضل براحتك. مؤسسه البسمه والعطاء وباداره الاستاذ محمد اللي شفته ولما استمن عندهم انه ممكن ياخذون القديم مثلا طباخ قديم ثلاجه قديمه اي شيء مستعمل يضيفوا له يحسنوا يعني ما يعتمدون على جهه تطوعيه الا مثلا جهه تنطيني يلا انا اشتغل ووزع. بس اسمحي لي هسه احنا بدنا نقول طباخ او يعني هاي الادوات اللي يحتاجها بيت هي ايضا ماده يعني ايضا فلوس يعني زين اوكي ماكو طباخ قديم مين لا يعني اكثر ما شفت هيك مؤسسه سوت مثل ما سوى استاذ محمد بسيارته الخاصه ومساعدته ومساعده الاعضاء ترى اكثرهم اللي نعم. اللي ويانا انا ما متواجده دائما ترى بالسلوى انت من المؤسسين لا لو الملتحقين انا مساعده انا ترى انا اي جهه تحتاجني اروح احضر اساعد. ليش اخترت مؤسسه البسمه والعطاء بالتحديد يعني متواصله وياه اكثر شيء لانه انا همينه اخذ من عنده وانطي للعوائل اللي بمنطقتنا اللي يحتاجون زين. يعني انا همينه يعني مثل ما قلت لك انطي واخذ زين فشيء متبادل بيناتنا. استاذ محمد النظام الداخلي للمؤسسه اي الاعمال يعتبرها هي الاعمال الاهم الاعمال الانسانيه والاغاثيه لو الاعمال التوعويه والثقافيه والتثقيفيه يا هي اللي يشوفها اهم؟ اسمع الاجابه ايضا من سلسله بس خل اسمع الاجابه من استاذ محمد. برايي الشخصي
اوكي برايك الشخص وبراي المؤسسه؟ برايي الشخص الانساني المساعدات اهم، تقديم مساعده عندي اهم. بس انتم بالمؤسسه عندكم اعمال تثقيفيه؟ موجوده موجوده موجوده. زين سسل وش تقولين؟ انا اقول في هي المهمات يعني شنو المشكله اذا انا وديت مساعده وهم انا وعيتهم على لو خليتك بزاويه اختيار عمل محدد. اي التوعوي والتثقيفي لو الانساني والاغاثي؟ والله الاغاثي اهم اهم، خصوصا على وضع العراق. اي لان مرات يعني اكو احد الضيوف قال انا الفقير ما يحتاج من عندي اوعي، يحتاج اوكله فزم رحمه الله، يحتاج انطيه اكل ويحتاج انطيه لبس ويحتاج اوفر له مكان امن يستقر به هو وعائلته، ولكن هذا لا يعني انه احنا نهمل الجانب ما نهمل العفو اثناء حياتنا الطبيعيه، ترى هاي حياتنا الاعتياديه ممكن نوعي، بس المساعدات ضروريه واهم. على فكره اكو بعض الفرق اللي التقيت بهم يعني هي في مساله لطيفه جدا، يقول احنا بالفتره اللي ما عندنا بها فلوس وما نقدر نقدم نشاط مادي نحاول ان نختار لنا فكره فعلا، فنسوي لنا حمله توعويه ما تحتاج الى فلوس، انه احنا مثلا نجيب اشخاص معينين يروحون لاسواق لاماكن تجمهر شباب معينين لملتقيات معينه ونبدا نطرح افكار معينه فنسوي حمله تثقيفيه اذا ما عندنا فلوس. طيب بعيدا عن نوعيه الـ الاعمال، انت ما قلت لي يا سنه تم تاسيس المؤسسه؟ انا اللي اعرف انه انت حضرتك مشتغل قبل يعني قبل لا تاسس المؤسسه. اشتغلت منظمات المجتمع المدني 2007، من 2007 ل 2010 انا مواليد 1986. ما شاء الله كبير الحمد لله 86 كبير بعطائك طبعا رحمه الله عليك. زين من 2007 اشتغلت بصيغه فرديه مع منظمات مجتمع مدني، اشتغلت لحد 2010 2011 ام دوام وعمل. انت موظف؟ موظف نعم. طيب دوام وعمل تركت هذه المواضيع يعني مواضيع الانسانيه لان ما اشتغلت ويا الناس اللي تريد تشتغل يعني يشتغل ويبرد يشتغل ويبرد يعني مو حرك يعني يعني ماكو استمرارية ماكو استمرارية بالعمل. زين بال2011 تركت العمل بال2011 تركت العمل بال2011 2016 سويت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نعم بصورة مو صورتي الشخصية ومو اسمي يعني اسم محمد العراقي اشتغلت اكو تبرعات تجي واوصلها تبرعات تجي من خليه صورتي الشخصيه ومن اشتغلت باسمي الحقيقي قام تجيني تبرعات اكثر من العام من الخال من الاصدقاء. شنو كان اسم الصفحه؟ صفحه محمد العراقي. محمد العراقي نعم. بس ما خال صورتك؟ لا لا ما خال صورتك يعني شخصيه غير معرفه بالنسبه للي يتعامل نعم. ويا نعم. زين شلون راح اتعامل ويا شخص ما معرف؟ يعني انا اليوم من عندي فيس اريد انطي تبرع اروح على فيس شخص ما اعرفه؟ كانوا اللي يعرفون قليلين من الاصدقاء يعني اشخاص قليلين يساعدون هم من يعني بس اللي يعرفون من عرفت انه انا وخليت صورتي الشخصيه لا اختلف الوضع يعني التبرعات قامت تجي اكثر قامت تجي اكثر. زين نعم يا سنه 2018 قدمت انه يعني انا اسويها رسميه سنتين تشتغل وحدك وحدي اني و لا اشخاص لا انا قبل لا نحكي على نعم استاذ نعم. مو وحدي انه اشتغل بدون صوره شخصيه اشتغلت ويا اصدقاء او قليلين يعني ثلاثه اربع اشخاص نعم. طيب اشتغلنا نجمع تبرعات شهريه من عندنا يعني بيناتنا مجهودنا الشخصي طيب بيناتنا ونقدم بها شيء كل راس شهر نقدم شيء سجلت المؤسسة قدمت تسجيلها 2018 صدرت الجائزة 2019 يعني انت يعني تقريبا عمرك القانوني سنة مو تقريبا مؤسسة اي كمؤسسة سنة يعني سنة كمؤسسة سنة شنو اللي اختلف يعني شنو اللي اختلف بصيغة العمل يعني قبل لا تكون انت لك فد اطار قانوني وبعد ما صار لك اطار قانوني شنو اللي اختلف؟ اللي اختلف يعني قدرت ادخل دوائر الدوله دخلت على عضو مجلس محافظه دخلت على مدير صحه بغداد يعني اقدر انه انا من اقول له مؤسسه
رسمية مؤسسة رسمية يعني المؤسسة صار لها شخصية قانونية تقدر تتعامل ويا المؤسسات الحكومية فعلا تقدر تخاطبهم بكتب فعلاً رسمية فعلا أقدر أخاطبهم بكتب رسمية زين وأقدر أقدم لهم شيء بسيط اللي هو أني نقدر نقدمه هو الكتاب شكر وتقدير شهادة شكر وتقدير هذه الإنسان يقدم لي شيء لازم أقدم له شيء بسيط زين أنا يعني بصراحة إذا تحدث عن هاي السنتين قبل لا أنتقل للحديث مع السلوى اللي هي من سنة 2016 إلى 2018 يعني أريدك تبسط الفكرة يعني من كان عندك فيس يعني كانت تجيك التبرعات عن طريق الفيس لو كنت تنشر نشاطاتك عن طريق هاي الصفحة أنشر وتجيني تبرعات تجيك تبرعات من كان يعاونك يعني كان عندك أشخاص مجموعة نعم عندي أشخاص عندي صديقي حيدر المحمداوي عندي فاضل الطائي نعم عديل عقيلي طيب سجاد الوحيلي انور الوحيلي هذول كلهم هاي السنتين اشتغلوا وياك عقيل الموسوي نعم كلهم هاي السنتين نعم. اشتغلوا وياك اي اشتغلوا وياك زين ست سلوى نعم يا سنة التحقت بال انا اعرفه من قبل ما يفتح المؤسسه نعم ومتواصله وياه قلت لك طول الفتره نعم زين ست سلوى النشاطات اللي قدمتيها انت سخرتي بيها المجال الفني؟ اي شلون؟ قدمنا مثلا ويا استاذ هاشم سلمان نعم بالفعاليه هذا اتحدث عن البسمه والعطاء مؤسسه البسمه والعطاء ها. يمكن انت عندك مشاركات كثيره ويا بس اقصد يعني اكيد هاي الفتره احتفاليه صارت يعني هاي خلينا نقول نتحدث عن سنه يعني التحقت بالمؤسسه خلال هاي السنه اي طيب سخرتي العمل الفني يعني العمل الفني ميزك من ناحيه تقديم ما يحتاج المستفيد او المستهدف بالحملات قدمنا فعاليه للاطفال للايتام والارامل نعم. من اثناء نوزع لهم الملابس مال العيد قدمنا لهم فعاليه وغنينا يعني ونفاخات والاعلام العراقيه وكنا العراق تذكر زين ست سلوى شنو النشاط اللي تتمنين المؤسسه تقدمه مؤسسه البسمه العطاء هم بصراحة أنا أتمنى مو مؤسسة البسمة والعطاء تقدمها لأن هم مقدمين أريد المقابل المؤسسات الخيرية والمنظمات تنهج منهج الأستاذ محمد يعني ممكن من القديم نسوي نحسنه ونقدمه للمحتاجين عوائل المحتاجة يا ريت ينهجون هيك منهج لا أقصد كمؤسسة يعني أكو فد مشروع محدد تتمنين المؤسسة اللي أنت متعاملة وياها ومستمرة بالتعامل وياها انه هي تقدم هذا النوع من يعني والله يعني مثلا انا مو اريد انطي امثله يعني بس شيء يذكر يعني مثلا احد الضيوف قال انا اتمنى مؤسستنا تترك العمل وتحاول تجمع مبلغ من المال حتى نفتح مستوصف طبي او مثلا شخص اخر قال انا اتمنى افتح مدرسه لها علاقه يعني تجمع الضم طلاب فقط مثلا الايتام او اولاد الشهداء اكفد نشاط محدد بالذات تتمنين مؤسسه انا اللي اتمناه الحملات اللي مثلا اذا اكو مدرسه تعبانه يصلحوها يعمروها مستشفى بها عطلات هيك اتمنى بس اذا احنا ما نحلم الاحلام الكبيره يعني انا اذا نحلم على قد ابني يعني. مستشفى منين منو اللي دا يدعم هو منو اللي دا ينطي ترى احنا اللي دا اشوفه كله يعني اصدقاء قرايب العرف اللي عن طريق عود على الفيس مثلا اكو مثلا فد شخصية دكتور أو دكتورة أو يعني عندهم رواتب زينة ممكن يساعدون بمبلغ بس هذا المبلغ يتوزع للعوائل المحتاجة للي قاعدين بالأكثر شيء المناطق اللي ما حد يوصل لها المناطق اللي قاعدين إحنا شو نسميها عشوائية أكثر شيء سكانها هواية مثل مدينة الصدر هواية أكو مناطق سكانها كثير ومحتاجين اكو عوائل متعففه اصلا ما حد يوصل لهم وهم ما يقولون يعني ما عندهم معين عندها اطفال عندها ايتام مثلا زين انتم يعني هذول المفروض يوصلون نريد نتحدث عن مدينه محدده بس انت مثلا ذكرتي هسه مثلا ذكرت مدينه الصدر بها عوائل كل هاي العوائل قدرت تتواصلون وياها لا طبعا مو الا كلها يعني احنا اكو كثير من المنظمات متواصلين ويا مجموعات يعني متواصلين اي شيء طيب يعني العفو شلون كانما راتب لهم تجي قدمتوا شنو عن النشاطات بغير مؤسسات بغير مؤسسات يعني انت ارتباط ويا مؤسسات عندي اخرى اي بدي اقول لك بس النشاط الاكبر او النشاط الاكبر ويا مؤسسه البسمه والعطاء
النشاط الاكبر. انا مو قلت لك اللي دا اشوفه منهجهم يختلف، يعني تعبوا يعني هم فاعل بالمؤسسه ما يقدر يستغنون عنك يعني. زين، انا قبل لا ارجع للاستاذ محمد، اكو بعض الفرق او بعض المنظمات يختارون نوع محدد من ال يعني اي مثلا اكو خاص بالصحه بالضبط، واكو مثلا بالجانب اكو بالجانب البلدي والتنظيف، حتى المعاملات. زين، المعاملات مال وزاره التعليم يا هو اللي تشوفيه عمله افضل اداء افضل، المؤسسه او المنظمه اللي معنيه بنوع محدد من الانشطه لو اللي يكون عملها شامل. والله الشامل افضل افضل افضل. اي ليش يعني؟ لانه يحل مشكله اي انسان يوصل له. أنا هسا عندي عائلة وجاية محتاجة أستاذ محمد، أستاذ محمد عفية أنا مطلقة أرملة وما عندي أراجع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بدأ الأسلوب الفني الظاهر رأسنا جي. أي فهم ممكن بعلاقاتهم وتواصلهم يقدمون الخدمة لهذا إنه هو مؤسسة حكومية يوصل وياي ويخليهم يمشون معاملتي. زين أستاذ محمد، أنت شو تقول يا هو الأفضل، العمل المحدد، النشاط المحدد، لو النشاط اللي يكون شامل يشمل كل الـ شامل اكيد افضل تخصصات. شامل افضل. افضل ليش؟ افضل افضل ممكن اكو شغله باختصاصي ما اقدر اوفرها لعدم وجود الفلوس الماده او عدم الوقت ماكو. على طار الشامل ممكن يعني انه انا جتني مناشده عمليه تكلفتها مليون. هاي فرضا لو فعلا طلع فعلا هذا واقع. زين، من اللطيفيه، من منطقه اللطيفيه. نعم. مناشده تكلفتها مليون، سويناها مجانا يعني حسب العلاقات. هو ما قصر الاخ ابو كمال الوحيلي يعني مشى بالحاله و انت جايب ولد عمك كلهم وياك بالمؤسسه. نعم نعم، وافتخر بهم وافتخر بهم. اي ما قلنا افتخر بهم لانه بما انه يسندوني افتخر. زين، يعني انت عندك دكتاتوريه باعتبار عندك جهه سانده لك. الحمد لله اشكر. الله يحفظهم لك ان شاء الله. الله ويحفظ كل انسان يقدم عمل خيري بنيه صادقه. الحمد لله. زين، خلينا نتحدث هسه عن النشاطات اللي تقدمت خلال هاي الفتره. لو سالتك شنو ابرز النشاطات اللي قدمتها مؤسسه البسمة والعطاء، واحنا ندري احنا نتحدث على فتره قليله اللي هي عمرها سنه، شنو ابرز النشاط اللي قدمته هاي المؤسسه خلال هاي السنه؟ هواي نشاطات يعني. اوكي، ابرزها اهمها ترميم دار الى ايتام الاب والام، سكنهم عند بيتهم يعني يسكنون عند بيتهم بيتهم نمره بيتهم. نعم. فقدرنا نرمم دار مالتهم. المخرج ده يقول لي العضو انش اكثر نشاطا من رئيس المؤسسه. نشاط من يانا حيوي، ما ادري هذا اللي اجاني. نشاط حيوي هو نشاط، لا نشاط هو هسه حتى يعني يمكن دا ينسى الاعمال اللي دا يشتغلها. هو كثير مشتغل قبل واثناء السنه اللي زين حصل بيها. ابرز النشاطات اللي تعتبروها ثمره جهد مؤسسه البسمه والعطاء. ماكو ثمره، لان كل ما نقدم اكو اكثر، لازم نقدم اكثر. يعني يفرح، يعني ما افتخر باي عمل. اكيد اكو نشاط مميز يعني له فد تميز من ناحيه عدد المستفيدين. ما اعتبر انه اكو نشاط مميز عندي. كلها مميزه. ما يتوقف. كلها مميزه وكلها مو مميزه بنفس الوقت. شلون؟ يعني اريد افضل، اسوي الافضل. اقدم الاكثر. زين، مستقبلا ممكن يتغير نوع النشاط يعني؟ ان شاء الله. شنو اللي ممكن يصير؟ ممكن يعني توصل مرحلة أفتح معمل، أفتح فد سبوبة رزق لهاي الشباب اللي صار عندنا فلوس. إن شاء الله الفلوس ربك. زين، لا خلنا نحكي على طار الفلوس. أكو منظمة يعني يمكن كل مؤسسة لها في الطريقة لجمع التبرعات. نعم. أكو وما أعرف يعني أنا داخل أطرح بعض الاساليب واريد اشوف وجهه نظركم، هل هذه الاساليب طبيعيه مقبوله؟ يعني مرات احنا نمشي بالشارع نشوف اثنين واقفين شايلين صندوق او جنطه ويجي يطرح نفسه انه احنا كذا منظمه او فريق فخلينا بالصندوق او بالجنطه هذا اي مبلغ. يعني هاي مثلا طريقه. الطريقه الاخرى انه تلقى اكو ناس يدقون البيبان سلام عليكم احنا فلان مؤسسه. هاي الطرق تشوفوها طبيعيه مقبوله يعني كرأي شخصي؟ إيه؟ لا، انت اليوم لازم تحكي لي برايك الشخصي ورايك كرئيس مؤسسه. يعني انا ما اي حقيقه يعني يجوز على فكره هي مساله ما تعيب انه تتحدث بصيغه شخصيه، ولكن اكيد اكو نظام داخل المؤسسه يسمح بهذه النوعيه من الطرق لجمع التبرعات.
لا هو ما عنده هيك شيء. احنا ما نقدر نوصل مرحلة انه ندق باب ونقول له انطينا تبرع. تشوفه مو مقبولة؟ اكيد. ليش مو مقبولة؟ يعني احراج على المقابل. يعني ممكن ما يريد يتبرع. اللي يريد يساعد يتواصل، ليش يسموها تواصل اجتماعي؟ هاي غيرة، يعني الشخص اللي يريد يتبرع هاي كرم، يعني مو كل انسان كريم، كل انسان عنده شجاعة. لعشان الطريقة اللي معتمديها بالمؤسسة لجمع التبرعات؟ ننزل منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. يشوفون الشغل، نزلت مثلا ثلاجة، طباخ، ثلاجة. يعني مو بالضروره تريد فلوس، يعني ممكن تنزل حاجه. لا مو شرط، لا لا لا، استلم بطانيه مستخدمه استلمها، ملابس مستخدمه استلمها، تنغسل وتنكوي وتتوزع. هي هاي الطرق اللي ينشر انه اكو عائله محتاجه كذا علاج مثلا، نوع العلاج ممكن كذا. ممكن ينشر توفر هيك علاج اذا احد يحتاج هيك، يعني رقم بدل اسم هيك. بس ما تكتب انه انا احتاج الى مبلغ من المال، لو مو مرات اكو ضروره، اكو عائله محتاجه مبلغ ممكن يساعدون. يعني احاول جهد الامكان اذا عائله محتاجه مبلغ انه اوصلهم للعائله مباشر، يعني اطلع من السالفه، يعني اطلع من الموضوع انا. يعني يعطيهم فقط عنوانهم، تكون حلقه توصل بينك بين المحتاج وبين المتبرع. نعم نعم نعم. بس القضيه متعلقه بمدى ثقه المتبرع بالشخص اللي انا قاعد اوديه لهذا التبرع. ليش احنا جايين نوثق؟ اي الحاجه اللي نستلمها ونروح نسلمها. ينطلب من عندكم التوثيق؟ يعني اكو مثلا متبرعين يقول لك انا مثلا اعطيك فلان جهاز، غرفه، اخشاب او حاجه، بس ايدك توثق للتبرع حتى على التبرع ما تبع. بعض قليلين اللي يرضون توثيق. هو من حقه يطلب التوثيق؟ نعم. من حقه يطلب التوثيق. ممكن يريد يتواصل ويانا، يريد يكمل مسيرته ويانا، شكو تبرع يصير عنده، يعني اساعدنا متبرعين قام، يعني من اصدقائه ومن ولد عمه ومن اقاربه، انه يجمع التبرعات ويجيبها يوصلها لنا. وانت يعني انت كشخص شنو الطريقه اللي تجمع بها التبرعات بعيدا عن المؤسسه؟ انت شلون تجمع التبرعات؟ عندي تقريبا 13 12 عضو. اي اشتراك شهري. ها اشتراك شهري. اشتراك هذا شهري. ثابت هذا الاشتراك الشهري. نطلع من عنده ايجار المؤسسه. ايش قد الاشتراك الشهري؟ اشتراك شهري حسب الامكانيه. عندي 25، عندي 50، عندي 10. حلو. يعني بكيف انا كعضو ايش قد؟ على طاري الاعضاء، ما اجبر المؤسسه. ايش كم عضو بها حاليا؟ 25 عضو. هذول كلهم اعضاء فاعلين، يعني موجودين 24 ساعه بالمنظمه؟ لا لا مو 24 ساعه، لا اقصد يعني بكل الانشطه. لا مو اهم، مو كلهم وبكل الانشطه، حسب يعني الفاعلين ايش قد اللي تعتمد عليهم بالعمل، اللي موجودين يعني دائما. اي ماكو موجودين دائما يعني. لا اقصد اللي انت معتمد عليهم بالعمل. سبعه. هذول هم اللي انت معتمد. نعم. عليهم، والبقيه حسب فراغه او حسب فراغه، حسب الحمله، حسب ممكن. هي هي. يعني عندي احد الاعضاء ما عنده اشتراك، اشترك شهر شهرين، اجاني موسم من المواسم. نعم. ملابس مدرسه وفر، يعني هو جاب ملابس، جاب مبلغ 200,000 يعني، واضافه على المبلغ اللي عندي قدرت اجيب ملابس، يعني وصلت مرحله انه جهزت ملابس 500,000. من كان عندي 300,000 ما اقدر اوفر الملابس المطلوبة، من جتني 200 صار 500 بيهن وجهة نظر. زين استاذ محمد، شغلك بمدينة محددة بمنطقة محددة؟ لو كرخور رصافة انا اقول لك لا، الاغلب بالرصافة. الاغلب بالرصافة باعتبار ان الرصافة بها زخم سكاني، والوقت يعني الوقت، ويعني قلت لك موظف ومقرها هناك، والوقت شوي يحكمنا مرات، يعني حاجة نسلمها او نتبرع بها ما لها ذيك القيمه، يعني على سبيل المثال هيتر 15,000 دينار، تقصد يعني شلون اوفر له مسافات بعيده، يمكن التوصيل راح يكون اعلى من سعره. فعلا فعلا. يعني قبل فتره جاني تبرع من الكرخ، من الطوبشي، منطقه الطوبشي، هي امراه ساكنه ايجار، يعني وهي اللي تبرعت يعني. نعم غذائيه عندها، زيد من الحصه مالتها، فحولت اكو تبرعات احولها، يعني منظمات عندي مثلا بالكرخ، فلان قريب عليك هذا التبرع، هي قريب روح استلمه. تقصد انه انت تتصل بمنظمه مو غير منظمه، غير منظمتك. نعم نعم. وخليهم هم اللي يتبنون موضوع. نعم. التبرع هذا كذلك تتصل بها منظمات، اذا يعني اذا حاله محتاجه للمساعده او اكو تبرع. كل المنظمات تسوي هيك، يعني اغلب المنظمات اللي تحسب النشاط من نفسها. اكيد مو صحيح. اي زين سلسلورة تتحكين شيء؟ أنا عندي مفارقة. اللي هي أستاذة محمد مستلم وجبة ملابس مستعملة من ضمنها بيها جنط. نعم. بجنطة من الجنط 3 ورقات 300 دولار
تصور خبر يعني اللي الجهه اللي انطته والجهه خابرت على اللي اللي مساعدي همينه والمهم رجعها ل 300 دولار وهم يعني ممنونين. هنا هاي لازم يعني بصراحه هاي صفه الثقه والامانه لازم تكون موجوده، والان اذا ما عندي ثقه مثلا مؤسسه البسمة العطاء او غير مؤسسه شو راح اقدم لها تبرع؟ لازم يكون عندي ثقه موجوده بها. انا اذا احكي على موضوع يعني اليوم انت تحمل عنوان وظيفي، انت مو فريق، انت مؤسسه، مو لازم يكون لك فروع مثلا بالمحافظات وبالمناطق مستقبلا ان شاء الله. يعني اكو هيك اكو هيك فكره لو قلت لك اي محافظه راح تكون هي بها الفرع الاول، يعني اذا اردت تفتح فرع بالمحافظات اي محافظه؟ ما محدد، ما ببالي محافظه، ماكو ببالك محافظه، ما ببالي محافظه، بس القضيه متعلقه مثلا بنسبه الفقر اللي موجوده، مثلا بنسبه الزخم السكاني، مو صح؟ كل قلت لك كل المحافظات. أنا يعني أقول هو متواصل راقية. هو متواصل مو إلا على مستوى محافظات، على مستوى قدمنا أشخاص قدمنا بالمحافظات ترى حتى من المحافظات. يعني شنو على مستوى يعني أشخاص يتواصلون وياه، ممكن يجيبون وممكن يأخذون استلام وتسليم، يعني حسب الجهات والمحتاجين. بس مسألة يعني انه احنا نفتح افرع بالمحافظات قدمت وانا ببغداد قدمت مساعده بالديوانيه عن طريق اصدقاء عندي بالديوانيه، يعني مو عن طريق مؤسسة. دخلت لي مناشده انا مو عن طريق المؤسسه، عن طريق مؤسستي دخلت لي مناشده. اي انا اقصد الاشخاص اللي تبنوا ايصال التبرع. لا اصدقاء اصدقاء اصدقاء، يعني مو اعضاء بالمؤسسه. لا مو اعضاء بالمؤسسه. دخلتني حاله من الديوانيه قالت انه احنا محتاجين مساعده، وضعنا المادي كذا الوضع. اتصلت بي شخص من الديوانيه قلت له اكو هيك عائله، وصلت رقم تليفون راح وكرمهم وقدم المساعده وما قصر. قدمت مساعده بسليمانيه، محافظه سليمانيه. بس هذول خلينا نسميهم حالات طارئه تجيك، يعني مو متفق عليها يعني. نعم مو حملات متفق عليها يعني. ممكن هم صارت عندكم انه حملات اللغت بسبب الدعم المالي، يعني قله الدعم المالي؟ ما عندي حمله لغت، قلت بس ما قلت يعني تغيرت كفاءتها. شفت مثلا ناويين تخدمون مثلا 100 عائله سويتوا 50 بس ما لغيتوا. لا نهائيا. يعني قضيه فعلا يعني قبل شوي بدنا نحكي على العمل وكفاءه العمل، يعني الدعم المالي له دور مهم بقضيه. اكيد 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 اكيد. زين هذا سؤال موجه للاثنين. انت عملك لحد يا ساعه ينتهي كدوام؟ اي ثلاثه. مو اكو صعوبه يعني شلون قدرت توفق بين العمل التطوعي شلون واهس او انا اريد هذا الشيء، يعني حابه يعني عاشقه. يعني تضغط على نفسك في سبيل انت؟ لا ضغط على نفسي، ضغط كلش يعني ضغط، بس مع ذلك انت حاسب متعه، ما حاسب؟ اكيد اكيد ارجع للبيت مرتاح. قد نسبه الموظفين او اللي عندهم التزامات من الاعضاء يعني كنسبه مئويه؟ 80%. 80% والباقي يمكن ذول 80% عطائهم اكثر من 20%. يا هو العطاء اكثر، ال 20% ولا 80؟ والله كلهم ما مقصرين، كلهم رفعت راسي. كل واحد يقدر يعني كل واحد يقدم بالطريقه اللي يقدر عليها، وان كانت طريقه بسيطه. احنا يمكن قبل شوي حكينا هو اللي يقدم بطل مي بصيغه العمل التطوعي فهو متفضل. فكل واحد يعني يقدم عمل وان كان بسيط وتفضل ياخذ استحقاقه من رب العالمين ونعم بالله. فكل واحد يقدم عمل وان كان بسيط وهو يستحق الشكر والثناء. ست سلوى، نعم بكل صراحه هي مساله متعيب يعني اي شخص بمجال العمل التطوعي يقول لك انا ما اشارك بحمله او ما اشارك بعمل تطوعي الا بناء على وقت فراغي. يعني هاي مساله متعيب. اكو البعض يقول لك لا انا اضغط على نفسي، مثل ما كان محمد قال انا اضغط على نفسي وتعب نفسي في سبيل انه انا اقدم الاعمال التطوعيه اللي اقدر عليها. انت معتمده اي الانظمه؟ نظام انه انت على وقت فراغك تشتغلين، لو لا مرات تضغطين على نفسك تاخذين شويه من حقوق العائله ومن حقوق العمل وتنطي للعمل التطوعي؟ انا بس الدراسه هسه يعني انا ما عندي اي مشكله، شو وقت ما يحتاجوني انا حاضره، بس يبقى وقت الدوام مال الكليه، وخصوصا هسه انا رابع بكالوريوس وكنت تكمل هاي السنة وما تلغي علينا حتى أتخرج وأخلص إن شاء الله. أي والله فيعني أنا بأي وقت يحتاج. لا يعني أنت على وقت فراغك. أي ما عندي، أنا أصلا ما عندي شيء. طيب يعني أنا فنانة أحد وخميس دوامي بدار السينما والمسرح. ها صار أحد وخميس؟
اي بالنسبه احنا يعني هم المنسبين. نعم يعني نعم. فدوامنا احد وخميس ومن نتمرن عندنا تمارين مسرحيه، عندنا تفرغ واوقات تمارين تخفيف. حاولت ان تنقلين التجربه يعني، وحاولت ان لا لا انا اقصد يعني حاولت ان تسوين اعمال تطوعيه بمشاركه مجموعات فنيه او مجامع فنيه؟ لا لا احنا سووا حمله بدائرتنا، حمله تنظيف، حمله تنظيف، حمله تبرع بالدم صار قبل فتره. اقصد انت كشخص ما حاولتي ان تشاركين مجموعه من الفنانين؟ لا لا بالعمل التطوعي، لان انا مو اني يعني مثلا الرئيس او القائد اللي يجمع، لا انا مجرد اساعد. مو انت حلقه وصل يعني، انا اليوم متاكد محمد اذا اراد يسوي مهرجان فني راح يستعين بالاقرب، راح يستعين بعلاقات سوية. صحيح صحيح. واني بالمقابل ايش عندي علاقات بالفنانين والفنانات، ممكن هم اتواصل. جربتي يعني؟ لا جرب ما نسوي لحد هسه ما صارت. ولكن اذا صارت راح تلقين الاصداء مثل ما انت متوقعتها، لو تكون اقل لو تكون اكو اهم نسب متفاوته متعلقه بالطبيعه الشخصيه، اكو حسب اعمالهم وتفرغهم، واكو حسب يعني نفسيتهم او ارادتهم او يعني بالضبط. شو اقول لك؟ بالضبط. زين يمكن احنا يعني بعد ان دقائق معدوده نختم برنامج، بس قبل ما نختم برنامج اكو موضوع كلش مهم لابد ان نذكره، قضيه المظاهرات. انا بداية اعرف من وجهه نظركم سلسله، واسمع ايضا استاذ محمد، اهميه وجود منظمات المجتمع المدني بالمظاهرات، اين تكمن هذه الاهميه؟ كثير مهم وجودهم، اي خصوصا يعني المتظاهرين محتاجين افرشه بطانيات. نعم. على الوضع الحالي. نعم. الغذاء الكامل، لانه هم دائما ليل ونهار متواجدين بالساحه. نعم. وجايين من المحافظات ايضا، انا اصلا اتمنى حتى دعم ما مادي ينطوهم، لانه يحتاجون بكل الاحوال، يحتاجون يشترون فشي. نعم. زين وهم جايين محافظات، واللي طالع عايف اهله وما شايف امه في سبيل غير، يريد يغير وطن، يريد وطن يغير. نعم. الوضع اللي هو بي. نعم. شنو مستقبلهم؟ نجحت منظمات المجتمع المدني، اثبتت وجودها منظمات المجتمع 100% المدني، اثبتت داخل التظاهرات 100%. نعم. اشخاص يعني ما تركوا ساعه التحرير. نعم. وكان اشخاص معدودين يعني، هم قلت لك يعني اقدر يعني حتى اذكر اسمائهم، الله يبارك بيهم، محمد العصائي، احمد الابيض، محمد العراقي. ذكرت محمد الاحصائي المفروض اخابره اليوم، هسه انت ذكرت. لا ناس يعني ما بطلت من المساعدات، الناشطه فاطمه الموسوي العلويه. نعم. الله يبارك بيها ان شاء الله، وهواي هواي يعني يعذروني اللي ما ذكرنا اسمائهم. تحياتنا لكل العاملين بمجال العمل التطوعي بنيه صادقه وخالصه خدمه للمجتمع. نفس الوقت المواكب الحسينيه هم ما قصرت فيهم مره. طيب شنو النشاطات كانت عندكم نشاطات كمؤسسه، مؤسسه بس ما اعطاها، كان عندكم نشاطات وان كانت بسيطه على فكره، احنا نرجع ونقول احنا قلنا قبل شويه اللي قدم بطل ما فهو متفضل. فالنشاطات وان كانت بسيطه تكفي انه احنا قدمنا شيء. قدم شنو يعني كانت عندكم نشاطات قدمتوها بفتره المظاهرات؟ قدمت اكثر من 4 نشاطات ببغداد. 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 ساعات التحرير. شنو نوع الأنشطة اللي قدمتها أستاذ محمد أو اللي قدمتها مؤسسة؟ وجبتين طعام. نعم. وجبة ألف لفة، هم كان تبرع من أحد أولاد العم، وتبرع 200 لفة. وبنفس الوقت بطاطين دواشي وفرنا. طيب. وحملة تنظيف. حملة تنظيف، قدمنا حملة تنظيف. لو قلت لك اختار نشاط واحد تستمر عليه، يا نشاط من الأنشطة تستمر عليه لدعم المظاهرات، شو نقدم لهم؟ قليل والله. لا اختار نشاط واحد يعني هسه مثل قلت يعني ضروري ضروري جدا، يا هو اللي تشوفه أهم نشاط المفروض أنت تركز عليه كمؤسسة. أقول لك سؤال صعب، قلت لك كل المهمات يعني، يعني أقول لك الإدامة، الإدامة ما بيها تكلفة مادية بس جهد. طيب توفير غذاء بتكلفة مادية يحتاج إلى دعم تبرعات. طيب سلسلة وش تقولين؟ أنا أقول وجودهم كمساندين ويا المتظاهرين هذا كل شيء. يعني وجودهم كأفراد. أفراد. نعم. لأنه هم ما طول موجودين يعني أكو مساعدات وأكو دعم. أنا طيب. متأكدة. أنا أتمنى لكم الموفقية والنجاح. أشكرك. أشكر أستاذ. وإن شاء الله كنت خفيف الظل عليكم. الله يحفظك. نورتوني وأهلا وسهلا بكم، وأتمنى لكم النجاح والاستمرار بعملكم. اللي هو فعلا بلمسة نجاح وبلمسة صدق واضحة. أتمنى لكم موفقية أستاذ محمد. الله يحفظك.
الوحيلي نورتني واهلا وسهلا بك. تحياتي لابناء عمك كلهم واحد واحد. الله يحفظك رحم الله والديك. نورتيني الفنانه سلوى الخياط، اهلا وسهلا بك واتمنى لك الموفقيه والنجاح. احبتنا المشاهدين، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واستودعكم في امان الله مع ارقام ايجابيه جديده.